الرئيس السيسي يفتتح اليوم أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى في شرم الشيخ. بعد فشل إدخال المساعدات إلى فنزويلا واشنطن، تهدد فنزويلا بالعزلة وتؤكد توسيع دعمها للمعارضة. والزعيم الكوري الشمالي يغادر بالقطار لحضور القمة مع ترامب في هانوي. السابعة صباحا الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز اخباري ياتيكم من القاهرة، اهلا بكم. يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اعمال القمة العربية الاوروبية التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ. وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية انه من المنتظر ان تضم القمة اضخم حضور دبلوماسي من الجانبين العربي والاوروبي على المستوى الرئاسي. وسيطرح المشاركون للنقاش التحديات التي تواجه الطرفين، وفي مقدمتها الارهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وكذلك ملفات النزاعات والقضية الفلسطينية. تبدأ اليوم المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات في مدينة الحديدة التي تقضي بانسحاب الحوثيين من مينائي أصليف ورأس عيسى لمسافة 5 كيلومترات. ومن المقرر أن تنسحب القوات الحكومية لمسافة كيلومتر وفتح طريق إلى مطاحن البحر الأحمر للوصول إلى مخازن الحبوب وتوزيعها على مدار 11 يوما. هذا ورحب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جون لاكروا بتعاون الحكومة مع الفريق الأممي الخاص بدعم تنفيذ اتفاق الحديدة، مشددا على أهمية دورها ومشاركتها في قوات حفظ السلام. دعا 3 وزراء بريطانيين إلى تأجيل بريكزيت في حال لم تتمكن رئيسة الوزراء تريزا مي من إقناع مجلس العموم البريطاني بأن يدعم الأسبوع المقبل الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي بشأن الانسحاب من التكتل. وكتب وزير الأعمال البريطاني ووزيرة العمل والمعاشات التقاعدية ووزير العدل مقالا أعربوا فيها عن رفضهم للخروج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس دون اتفاق. قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو أن واشنطن تدين ما وصفه بالهجمات ضد المدنيين في فنزويلا، وذلك تعليقا على تطورات الأزمة الناجمة عن فشل دخول المساعدات الإنسانية للبلاد. وأكد بومبيو في تغريدة على تويتر أن منع الجيش الفنزويلي لإدخال المساعدات الإنسانية يعد قرارا يثير الاستغراب. وثمن بومبيو دعوة الرئيس الكولومبي لاجتماع في بوغوتا، وقال إن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات لدعم المعارضة في فنزويلا بشكل أوسع. أكدت كوريا الشمالية أن زعيمها كيم جونغ أون غادر بيونغ يانغ بالقطار لحضور ثاني اجتماع قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمقرر عقده في العاصمة الفيتنامية هانوي. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن مسؤولين كبار من بينهم المبعوث النووي كيم يونغ تشول ووزير الخارجية ري يونغ هو سيعقدون اجتماعات مع الوفد الأمريكي قبيل القمة بين ترامب وكيم. نهاية الموجز. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.